مساء الخير للجميع. حضرة السيد وزير الضيوف، رئيس المجلس المحترم، أعضاء ومنطقو المجلس المحترمين، ضيوفنا الأعزاء، أهلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. بكل خير، بالتقوى، بالإيمان، راح تحييكم لمعلم إيمان. اجتمعنا في ليل صافي وجو هادي، تقينا بناس من أهل المباني، كافت الهمم والأيادي، حفل كبير ومنه اعتيادي. الليل الأحبة بالمحبة شمعوا، وشوفت الخلان تايه متعوا، يلا نستقبل الخريجين بوقفي بزقفي يهلوا ويشعشعوا.
عامل يا استاذ محمد صبحي. يعني افتتاحيه تفتح الصدور وتفتح القلوب. حلوين. نجدك الاهالي فخر كبير يسعد مساكم يا زنادق على الغدير. تفضل دعينا اخي مسعود في جنان نفس انطر عبيد. مساء الخير للجميع. حضرة رئيس المجلس المحلي السيد وجيه كيوف، أعضاء المجلس المحلي، ضيفنا الكريم الأخ مفيد عامر ومرافقيه، مار جابي أمسالم مفكيخ بيت السفر، الضيوف الكرام محفظ الألقاب، الأهالي المحترمين، وأخيرا المشتفى بهم طلابنا الأعزاء. لجنة أولياء الأمور في مدرسة عسفي ألف تبارك لطلاب الصفوف السادسة ولأولياء أمورهم تخرجهم وتتمنى لهم دوام النجاح والصحة. والآن نهمس في آذانكم مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. اتبعوا حلمكم فالسماء هي الحدود. للجنة أولياء الأمور دور هام في دعم المسيرة التربوية في المدرسة وتحسين المناخ التعليمي، وهي تعمل كل ما بوسعها من أجل توفير أحسن وأفضل الظروف. في هذه السنة مررنا بأزمة، والحمد لله استطعنا معا بسرعة فائقة تجاوزها. وهنا لابد من كلمة شكر لرئيس المجلس المحلي السيد وجيه كيوف على تعاونه وجهده المبارك وقراره الصائب بترك المدرسة والانتقال إلى أماكن بديلة أكثر أمنا. ونحن نطلب منه الاستمرار في إيجاد حل مرض للسنة الدراسية القادمة التي ستفتتح في 1/9/2011، والإسراع بإقامة البناية الجديدة لمدرسة عسفي ألف في الحارة الشرقية حتى نعوض طلابنا ما قاسوه حتى الآن. للهيئة التدريسية ولإدارة المدرسة نوجه شكرنا وتقديرنا على رسالتهم السامية بتعليم وتربية أبنائنا وتوجيههم نحو طريق الصواب، كما وأقدم شكري وتقديري لزملائي رئيس لجنة الأهالي السيد رائد أبو تميمي وجميع أعضاء وعضوات لجنة الأهالي على ما بذلوه من مجهود في هذه السنة وبالأخص في تخطي هذه المرحلة الصعبة. بالنجاح للطلاب وكل عام وأنتم بخير. شكراً للأخ مسعود على هذه الكلمات الصادرة من قلب طيب. الكرم استوى وثمار المفيد امتلى بالعطاء ومواسم جديدة للمتعة للهو للأيام السعيدة. يلا للنشاطات التربوية العديدة مع شرائح محوسبة مع السيد نهيمة. Oh,
أطفال. حياة الأطفال مهمة كثير، بحب المحافظة على حياتهم، وبتمنى إني أحقق حلمي وأوصل لهدفي إني أكون طبيبة أطفال. سلطان بركي، وبحب أكون ضابط متقدم في الجيش حتى أدافع عن الدولة، وبتمنى حلمي يتحقق. ياسمين أبو رقد، كل أملي أن أصبح محامية كبيرة حتى أدافع عن المظلومين. بالاجتهاد والإرادة راح أحقق هذا الحلم. أنا منول تلحمي، حلمي كبير لاعب كرة قدم، بتمنى سير وعلى ويا ريت حلمي يتحقق وعلى هالدرب سير. أنا حسن حمدان، محبتي للأطفال ما لها حدود. حلمي في المستقبل إني أكون معلمة ناجحة في روضات الأطفال. رح أبذل كل ما في وسعي حتى أقدر أحقق حلمي. أنا رميال خليل، حلمي في المستقبل أن أصبح معلمة لغة عربية، لأن بحب هاي اللغة وبعتبرها حجر الأساس في حياتنا. تصفيف الشعر فن ولباقة، وحلمي أن أصير مصففة شعر مبدعة، ويا رب أحقق حلمي. أنا حنا روحانا، كرة القدم مهمة بالنسبة لإلي، وبتمنى إني أكون لاعب كرة قدم مشهور وأقدر ألعب في مكابي حيفا. أنا كريستيان روحانا، حلمي الوحيد هو إني أصبح لاعب كرة قدم مشهور، لهيك راح أعمل كل جهدي تحقق هذا الحلم وأقدر ألعب في منتخبات عالمية. حلمي في المستقبل أن أكون طبيبة أطفال ناجحة حتى أتمكن من مساعدة من معالجة الأطفال ومساعدتهم للعيش بصحة أفضل. ماي روحانا، الرسم هو موهبتي المميزة، رح أحاول أنمي هاي الموهبة وأجعلها مسار لحياتي حتى أصير رسامة مشهورة على مستوى عالمي. أنا ريم سالم، المحاماة مهنة هامة من خلالها بنقدر ندافع عن المظلومين. بتمنى في المستقبل إني أكون محامية ماهرة بقدر المسؤولية. أنا نسرين سعيد، بتمنى أصير كاتبة مشهورة على مستوى العالم العربي. بتمنى أحقق حلمي وتوصل قصص لجميع الناس. أنا سائد سبطات، الطب مهنة مقدسة، هاي المهنة إلها تأثير كبير على حياتي، لهيك أنا بتمنى أصير جراح مشهور حتى أتمكن من شفاء الناس وأبعدهم عن خطر الموت. سند أبو شهين، حلمي في المستقبل أن أصبح شرطي بارعا وحافظ على النظام والأمن، إن شاء الله يتحقق حلمي. سيف شومني، بحب رياضة كرة القدم، وحلمي في المستقبل أن أصير لاعب مذهل وأصبح مشهور وألعب في منتخبات الهام. اسمي يزن علو، حلمي إني أكون لاعب كرة قدم في منتخب برشلونة. راح أعمل كل ما بوسعي حتى أحقق حلمي وأوصل لهدفي. أنا سالم فرو، من وأنا صغير بحلم أن أكون لاعب كرة قدم مشهور. بدأت مشوار الرياضي، أتمنى أكملها وأصبح لاعب كرة قدم في مكابي حيفا. هدي القاسم، عمل الطبيب هو عمل إنسان، هدفي في الحياة هو أني أصبح طبيبة جراحة حتى أتمكن من مساعدة الناس وأجعل حياتهم صحية أكثر. أنا اسمي خليل كيوف، بحب لعب كرة السلة. أنا حلمي أن أكون لاعب كرة سلة محترف، إن شاء الله بالعمل والاجتهاد رح أوصل لهدفي وأحقق حلمي. أنا رميال كيوف، موهبتي هي الرسم، رح نمي هالموهبة وأجعلها مسار لحياتي حتى أصبح رسامة مشهورة. ياسمين كيوف، بتمنى إني أحقق حلمي في إني أكون مستشارة تربوية، لأني بحب الأطفال وبهمني أرعاهن وأحل مشاكلهن وأبعد الأضعافهن. أنا مران مراد، حلمي في المستقبل لقلبي أهم جدا، حلمي في المستقبل إني أكون رجل إطفاء حتى أحافظ على البيئة وسلامة البشر من الخطر. ليم منصور، محامية محترفة، حلمي إني أكون حتى أقدر دافع عن مظلومين وعن حقوق الناس. راح أجتهد أبذل كل طاقتي حتى أحول حلمي لحقيقة. أنا مجيد منصور، حلمي إني أكون قاضي وأرفع رأيي بالعدل بين الناس، يا رب يتحقق حلمي.
أنا ريما نجار، حلمي إني أصير طبيبة أطفال. أنا بحب الأطفال كتير وبخاف على سلامتهم، بتمنى إني أصبح طبيبة أطفال، رح أبذل كل طاقتي لتحقيق حلمي. أنا أمجد هلول، بهتم في رياضة كرة القدم، وحلمي في المستقبل إنه أصبح لاعب كرة قدم ماهر وألعب وأقدر ألعب في منتخب برشلونة. أسيل وهب، اللغة العبرية مشوقة كثير، بتمنى إني أكون معلمة للغة العبرية حتى نمي الطلاب مهارات اللغة، رح أعمل كل ما في وسعي حتى أحقق حلمي. ميرال رافع، بحب أصير طبيب بيطري لأنه بحب الحيوانات، بحب أحميهن يعني، وإنه هاي مجموعة كائنات حية هامة. سلمان كويقس، الرياضة مهمة كثير بالنسبة لي وخاصة رياضة كرة السلة، أتمنى فيها المستقبل إني أصير لاعب كرة سلة محترف. إيمان سيف، مربية سادس الأرز على مدار سنتين بالتوالي، فزت بطلاب مميزين بحيث كل طالب أطفى جمال ومحبة خاصة على الجميع، طبعا هذا بفضل التربية الحسنة اللي تلقاها كل طالب في البيت. بتمنى للجميع الصحة والعافية تحقيق أهدافكم، وإن شاء الله بشوفكم بأعلى المناصب. أنا آدم علو من قرية عسفية، أحب أن أصبح بناء لكي أبني بيوت جميلة. أنا رأفت إدروبي، أحب أن أصبح خيال لأنه أحب تربية الخيل وأحب الخيل جدا. أنا هادي النصار من قرية عسفية، أحب أن أصبح محمية لكي أساعد الناس المظلمين. أنا رضا صبوطات، أحب أن أصبح مهندس عمارلي لأنني أحب البيوت الجميلة. أنا شادي بتميمي، بحب أكون بحار على متن سفينة، والمهم أكون على البحر أما صياد أو حارس أو طباخ، المهم أكون على البحر. أنا حنان مريد، أحب أن أصبح مصورة لكي أصور مناظر جميلة. أنا آدم أبروك من قرية عسفية، وبدي أصير رئيس مدير شركة للسيارات لأنه حلم حياتي إنه أصبح مدير شركة. أنا علي أبو راشد، أحب أن أصبح رجل إطفاء، قررت هذه المهنة من بعد حريق الكرمل الذي حرق الكثير من الأشجار، وأنا أحب هذه المهنة لأنها صعبة وتحتاج إلى العمل. أنا ديانا أبو ركن، حلمي أن أصبح في المستقبل معلمة باللغة الإنجليزية لأنني أحب هذه اللغة وأحب أن أتكلمها، وأنا أعلم أن في مجتمعنا بحاجة إلى معلمات جيدات للغة الإنجليزية لأن هذه اللغة عالمية ومهمة. أنا مجد بولس حطر، أريد أن أصبح شاعرا لأنني أحب هذه المهنة. اسمي كيان حلبي، أريد أن أصبح سباح ماهر، ولكن كمهنة أريد أن أصبح محامي لأنني أحب هذا المهنة لأدافع عن المظلومين. أنا اسمي همسة حمدي، أسكن في قرية عسفية، أتعلم في مدرسة عسفية ألف. لي حلم وأتمنى أن يتحقق هو أن أصبح معلمة باللغة الإنجليزية لأنني أحب هذه اللغة وأحب أن أتكلمها، وأتمنى لكل طالب وطالبة أن تتحقق أمنيته ويكون سعيد في المستقبل. أنا اسمي جورج حارة من قرية عسفية، أحلم بأن أصبح ممثل كوميدي لأني أحب الضحك وأحب أن أرى الناس يبتسمون. أنا منير نصيف رحانة، أنا أتعلم في مدرسة عسفية، أنا أريد أن أصبح لاعب كرة قدم مشهور خارج البلاد لأنني أحب أن ألعب كرة قدم ولأنني مشهور. أهزل غطاني، أحب أن أثابر في دروسي لأنني أحب أن أصير طبيبة مشهورة جدا لأني أحب هذه المهنة الإنسانية. أنا اسمي راني زاهر، أو بحب أكون عالم فضاء لأني
لأني بحب هذا الموضوع، وهذا الموضوع فيه كثير من المغامرات. أنا اسمي نعيم زهر الدين، أريد أن أصبح لاعب كرة سلة لأني أحب هذه الهواية وأجيدها. أنا حمادة السابع، أتمنى أن أصبح رجل أعمال ناجح، وهذا من خلال الاجتهاد والمثابرة. أنا سارة سعيد، بحب أنه أصير دكتورة، أنه بحب هاي المهنة، وهاي المهنة مهنة إنسانية، بحب أساعد الناس اللي ما عندش عندهم أمراض. أنا اسمي إيسا صبطات، وأحب أن أصبح مالك شركة سيارات، وأحب السيارات كثيراً، وأحب أن يكون لدي مثل هذه الشركة، أتمنى أن أحقق حلمي. أنا اسمي صبرين سيف، وحلمي أن أصبح معلمة، لأنني أحب أن أربي أجيال، وأحب أن أعلم الطلاب، وأتمنى لكل طالب وطالب أن يحقق حلمه في المستقبل ويكون سعيد. أنا عمير شخيدم، أريد أن أصل إلى مكتشف وعالم في أحياء وحياء في أعماق البحار. أنا اسمي رواد عربيد، أنا أتمنى أن أصبح في المستقبل بحار، لأنني أحب هذا العمل، وأنا أحب أن أبحر إلى مدن أخرى. أنا أمير كيوف، أتمنى أن أصبح لاعب كرة سلة في الـ NBA. أنا لينا كيوف، أتعلم بمدرسة تعسفي ألف، لدي حلم أريد أن أحققها وأن أصبح المستقبل مصممة أزياء، لأن أحب هذه المهنة، وأحب أن يكون لدي تصميم الخاصة، وأصبح بالمستقبل مصممة مشهورة. أنا طالبة مرام بركات منصور السادس ألف، أمالي في المستقبل أن أصبح رسامة عالمية، أحب الرسم منذ صغري فهو أحد هواياتي، فبرأيي الرسم هو إبداع وتفكير وتعبير، لأننا بواسطته نستطيع إظهار مشاعرنا وأحاسيسنا بطرق غير الكلام. أنا يارين كيوف، أحب أن أصبح مصممة أزياء، فأنا أرى نفسي فنانة في رسم الأزياء، وعندما أمسك القلم يبدأ يتحرك بإبداع وفن عميق بيدي، وهذه موهبة من الله تعالى. أتمنى من الله تعالى أن يوفقني في طريقي ويكتب لي النجاح في المستقبل. أنا اسمي لؤي منصور، وبحب بدي أشتغل في الأمبولانس، وأتمنى أن أنجح في هذا الشغل. أنا رنا اللون، أريد أن أصبح مهندس لأنه أحب الهندسة والحصة. أنا آية عزام، أحب الفن والإبداع، لذلك أريد أن أصبح مصممة أزياء لأصنع الماضى جديدة. أنا علاء بشوماري، بتمنى إني أصير شوتير، بحب هذا الشغل، ولأني بحب أحافظ على قريتي وعلى غيرها، ولأني بحب أحافظ على نظامها. اسمي رازي منصور، أريد أن أصبح رسامة مبدعا منذ صغري وأنا أمارس هذه المهنة. أنا سارة منصور، أريد أن أصبح المستقبل مصممة أزياء، أنا أحب الرسم والتصميم، وأنا أمارس الموهبة من صغري. مساء الخير، طبعاً إحنا رافقنا هذه الأحبة مدة 6 سنوات بحكم وظيفتي من صف أول لصف خامس، صف سادس كنت مربي الصف، بفكر في هاي المسيرة التعليمية، المرحلة التأسيسية، حاولنا إنه نعطي هؤلاء الأعزاء مسيرة تربوية إلى جانب مفيدة ممتعة إلى جانب إنها مسلية، غرسنا في نفوسهم الفضائل الإنسانية من تسامح، من محبة، من الاعتزاز بالنفس، من تقبل الرأي الآخر. في هذه المناسبة بحب أشكر الأهالي على تربيتهم الصالحة، وبتمنى لطلابنا الأعزاء المستقبل الناجح، وشكراً. أعزائنا طلاب وطالبات الصفوف السادسة، سنهمس لكم ببعض الجمل المأثورة حتى ترافقكم في مشواركم نحو المستقبل الواحد. مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، أنتم السباقون ونحن اللاحقون. بعد أن شاركتمونا أحلامكم وطموحاتكم، نحب أن نزودكم في هذه المقولة: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. اتبعوا حلمكم فالسماء هي حدوده.
وطارق يعود وعجب الدنيا بعطر ورود، يوسف عم يعزف وجود سهل يا صعب الوجود، مع الفنان يوسف صعب. Thank you.
رايح. بفكر بس بقول جملة حلوين. لتبقى مزاياكم زينة وأزاهيرة تزهر في مزهرية الزمن. تحية كبيرة طلابنا. ما بقرا بفيوك شباب عينين يشفي وقول يشفي يا ربو ولخلاف لقيه شو تفشي مبين لحب مفتخيل يبدل لحيم أروكيل مرجابي أمثالي أتى مزمن لبركة الحقيم. ערב טוב לכולם, אדוני ראש המועצה מר ולי כיוף, חברי המועצה, כומרים שנמצאים פה ושכים, ידידי חליל מנסור, המנהל המתולוגי באוספיה, מופיד עמר, יושב ראש האגודה למען החייל, אלוף משנה במילואים, ראית אבו תמימי, יושב ראש ועד ההורים, כמאל כיוף, מנהל המחלקה לחינוך, סלמן אבו רוקן, ידידי מנהל בית הספר מר נאיף מנסור, גברת צ'טווי אלו מנהלת הפסגה, ונמצאת איתנו אורחת נוספת מנהלת בית ספר גיבורי ציון קריית אתא, גברת חדווה בן ישר, ידידי סגן מנהל בית הספר פריד רוחנה, המנחים, מורים, הורים, ואני יודע שנמצאים פה גם ילדי כיתה א' בשנה הבאה, והוריהם והבוגרים האחרונים. אני רוצה לומר לכם הבוגרים, שש שנים למדתם את הספר, ומוריכם ומנהל של בית הספר, צוות המורים, צוות המחנכים, נטעו בכם יסודות ונתנו לכם כלים, כלים חינוכיים, כלים ערכיים וגם כלים לימודיים להצליח בעתיד. אתם עולים לחטיבת הביניים. עשו שימוש נכון בכלים שקיבלתם, באותם ערכים, באותם הישגים לימודיים. יהיו תלמידים טובים, תשאפו למצוינות, תשאפו תמיד להיות טובים ביותר בכל מקום אשר אתם מגיעים. אני רוצה לומר לכם שאתם יוצאים עכשיו לחופשה ארוכה, ואני מבקש מכל אחד ואחד מכם, א', לשמור על עצמו. אני רוצה לפגוש אתכם פה בשנה הבאה בחטיבת הביניים ועוד שנים רבות. אבל אתם גם יוצאים החוצה לכל מיני מקומות, קייטנות, מפגשים. זכרו שמסתכלים עליכם תמיד בעין מוחנת. תהיו שגרירים טובים ונאמנים לכם, לביתכם, לעדה שלכם, שיהיו גאים בכם בכל מקום. אני רוצה לאחל לכם לדרככם החדשה, עלו והצליחו בכל אשר תעשו, בהצלחה בלימודים, בהצלחה בכל אשר תפנו ותעשו. מגיע להם מחיאות כפיים לילדים. אני רוצה לבשר גם לכם ההורים שאולי הבוגרים לא ייהנו מזה, אבל לאחר מאמצים כבירים שהוביל ראש המועצה, ואני זה המקום להודות לו על התגייסות למען החינוך בעיר, ולא סתם התגייסות, התגייסות רצינית, ולהביא אותנו למצב שאפשר לבשר להורים, שהוא גם יבשר לכם פה על אחד הכנות והבניית בית הספר החדש בזכות ראש המועצה. יישר כוח לך אדוני ראש המועצה ולצוות שעובד אותך, וגם למנהל בית הספר שדחף ועשה רבות למען זה.
כן, מגיע, מגיע, עוד כפיים, יותר ציון לראש המועצה ולצוות על העשייה. זה המקום להודות לך, אדוני מנהל בית הספר, ולצוות החינוכי על השקעה של שעות רבות, השקעה של ימים ולילות למען התלמידים האלה. יישר כוחכם, עלו בעצמם. אני רוצה פה לומר תודה שוב פעם למועצה ולראש המועצה על ההתגייסות למען מציאת מקומות חלופיים לתלמידי בית הספר במשבר שהיה לנו פה בית הספר. תוך מספר ימים התגייסו, הייתה פה בקרה מטעם משרד החינוך על כל מיני בעיות בטיחותיות, התגייסו ובאמת תוך מספר ימים מצומצם הכל חזר לקדמותו, לכל תלמיד יש מקום ללמוד והלימודים חזרו לשגרה. יישר כוח לך אדוני ראש המועצה ולכל הצוות העובדים שלך ולצוות בית הספר על ההתגייסות, גם לכם תודה רבה ויישר כוח. לכם ההורים, קודם כל נפנה להורים של התלמידים הצעירים שנמצאים פה, ההורים לכיתה א', כפי שאתם מבינים אתם בעזרת השם תזכו בעוד כשנה כבר להיכנס לבית ספר חדש וליהנות, אבל כבר אתם תזכו בשנה הבאה למערכת חינוך טובה עם מורים מצוינים ותזכו ללמוד ולהצליח. ולהורי הבוגרים ולמשפחותיהם, א', תודה לכם על שותפות נאמנה, שותפות של דרך חינוך לילדיכם. אני מאוד מקווה שכל הילדים ללא יוצאים מן הכלל ימשיכו אצלנו פה באוספיה בשנה הבאה. אני חושב שמשפרים מערכת החינוך, יש הרבה מה להגיד והרבה מה לעשות, וגם בהשקעה רבה של הרשות המקומית ושל מערכת החינוך במקום. אנחנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ונמשיך שנים רבות. אז יישר כוח לכולם, תודה רבה, עלו והצליחו. תודה לך מר גבי על המילים שמחממות את הלב. אתה שותף מלא בתהליך החינוכי בכרמל. الجليل الحر من تلو لسهلو عنت ما الجبل للكرمل ندهلو فضل أخي مفيد عامر حي الحفل إخوانه وأهله. مساء الخير للجميع. حضرة رئيس المجلس المحترم، مدير المدرسة المحترم، الحضور الكرام، الكل محترمين، جمعية صالح فلاح، المرحوم صالح فلاح ترافق المدرسة مدة سنوات، الجمعية تدعم المدرسة والمدرسة تشارك بفعاليات الجمعية، جمعية صالح فلاح، المرحوم صالح فلاح والجمعية من أجل الجندي، والشيء اللي بيقدموه طلاب هاي المدرسة الشيء اللي بيرفع راس، مش كل طالب بيقدر يقدم هذا الشيء، وبحق لهم كل الاحترام وكمان بحق لهم كل الدعم. لجمعية الأخ المرحوم صالح فلاح عدت فعاليات كثيرة متشعبة بكل القرى الأرضية، لا أريد أن أعدد كل هاي الفعاليات، بالأخص التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي، ولكن أريد أن أحدد أنه بعسفيا غير دعم المدرسة اللي احنا موجودين فيها اليوم اللي بحق لكم الدعم، الجمعية كمان قدمت دعم لمدرسة الأشراق اللي قبل سنة ببروجكت بدعم مادي لبروجكت معين، والسنة هاي كمان أخرى دعمناهم بتقديم بخشبين قبل مدة قصيرة. من اسف يا معنا بالجمعية الأخ أبو علاء سلام ركن قاعدون اللي هو طبعا احد اركان الجمعيه، بلا جمعيه بنقدرش نقوم بكل هاي الفعاليات، وكمان رئيس لجنه المنح الدراسيه، معنا كمان السفير بهيج منصور اللي هو مرافق لنا ووزير لنا بيساعدنا بجيوس الترومات، والجمعيه رايحه تفرق منح حوالي 600,000 شيكل قريب جدا بعد شهر ونص من اسيا
15 طالب وطالبة اللي هن رايح فنأخذ منح منهم 3 جنود مصرحين كل واحد بفضل 10,000 شكل وهنا 3 كل واحد 5 والباقي حوالي 2000 شكل أو أكثر. ونقول بالنهاية باسم أعضاء الجمعية اللي مش كلهم موجودين بنبارك لهذا الاحتفال ونقول للأولاد والأباء للأولاد بكل التوفيق في المستقبل وإلى النجاح وشكرا لجمهوركم. شكرا للأخ مفيد على دعمه المعنوي وبالأخص المادي لهالمدرسة. شكرا لك مستاهل سقف حامي من الأولياء والطلاب. تج قصيد يا نجوم ضويلنا من بعيد عملنعوا إلنا حبات العناقيد يلا سوا نشبط إيد بإيد ياد بياد. Thank you.
لتبقى هذه الاكاليل تيشان مرصعه فوق رؤوسكم جميعا. وانتهي لكبير طلابنا. روحوا نسج اسمى معاني، اجدد بالفكر ارقى اماني، للعلا اسس اعلى المباني. حضرة المدير تفضل قدم تهاني. مساء الخير. مع عشان ازيس لو طفلي كان انا وصل الاوضه تكهل. مساء الخير للجميع. بتامل الهدوء بالاخص فوق وتسمعوا اللي عم بحكوا. رئيس المجلس اهلا وسهلا فيك ابو عميد، اعضاء المجلس الاب سمير الاب اميل الاستاذ خليل محترمين خبيري جابي أم سالم شميلة فيوتي أخت شتوي أهلا وسهلا فيكي، الأخ كمال كيوف أهلا وسهلا، ضيفنا وعزيزنا وحبيبنا ولك التقدير والاحترام أبو زاهر الأخ مفيد عامر أستاذ سلمان أبو روكن اللي معانا دائما، وأهلا وسهلا في نجل الأخ مفيد الأخ زاهر وفي حفيد الأخ مفيد اللي هو مفيد أهلا وسهلا فيكو. الأخ رائد هناك والأخ مسعود رئيس لجنة الأهالي الأخ رائد أبو تميمي أهلا وسهلا في الجميع، أهلا وسهلا في الأهالي في الضيوف الكرام، وإذا نسيت حدا أنا متأسف، وطلابنا طلاب الصف السادس أهلا وسهلا فيكم جميعا. لا شك إنه هاي السنة كانت سنة قد تختلف بعض الشيء عن السنوات السابقة، فحصل ما حصل وعدنا في الفصل الثالث وفي أول يوم حدث اللي حدث في المدرسة، واستطعنا بهمة المجلس المحلي بهمة رئيس المجلس المحلي اللي كان الأول وكان القائد في العملية وفي اتخاذ القرار، وليس بالسهل انك تاخذ قرار على 450 ولد يتركوا بناية وتجد الاماكن لذلك. مع كل هاي الصعوبة رئيس المجلس اتخذ القرار الصائب حسب رأيي وحسب رأي الجميع، وفي برهة قصيرة وعندما تشابكت الايدي ورئيس المجلس اقام الفورم اللي يعتني في الموضوع، خلال ثلاثة أيام عدنا إلى تعليم لا أستطيع أن أقول عادي ولكن أستطيع أن أقول 90% عادي. فأنا متأكد وأنا عند كلمتي طلاب المدرسة مع كل اللي صار ما خسروش بالمرة مواد تعليمية، إلا بالعكس المعلمات اشتغلوا واجتهدوا أكثر حتى نعوض وحتى نكمل المسيرة التعليمية. شكراً أبو عميد، شكراً لطاقم المجلس المحلي اللي تجند وقمنا ما قمنا به. هذا عدا عن الأيام الترفيهية الثلاثة اللي المجلس المحلي قدمها لطلاب المدرسة. فشكراً كثير لرئيس المجلس لأعضاء المجلس لطاقم المجلس المحلي. جابي ملفيت بيت السفر ملفيتها من أهلين وبخلش إلى وزمين نوتين تشوفوت بوتير بعيوت تودا 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 وكلها موسيقى كوريا. اسمحوا لي قسم من كلمتي شكر لابد منه، فاسمحوا لي الاخ فرح شروف اللي انا مش شايفه هون اللي استقبلنا في المتناس وقدم لنا المساعده، فكمان انا بدي اشكره
وشكر خاص ومميز للجنة الأهالي اللي وقفوا وقفة مشرفة مع الطلاب مع المدرسة وتجندوا وساعدوا في كل ما يستطيعوا من يساعدوه حتى انه تستمر الدراسة في مدرسة العزفة ألف كالعادي. شكراً لكم أخي رائد، أخي مسعود، أخي خير شاهين، ناهدة خليل وكل الإخوان وائل كيوف وجميع الشباب. بدي أشكر مشايخ طبعاً مش موجودين معنا ولكن كانوا موجودين معي خلال سنة في تعليم الدين في سيدنا أبو عبد الله لطلاب الرابع والخامس والسادس. كان عندي هناك 80 طالب وطالبي كل يوم جمعة من 8 للساعة 11 وأقلنا هناك تعاليم دين وقصص دينية وقصص اللي تؤدي إلى سلوك جيد في المجتمع وأيضا حفظ الدين. فالشيخ حسني فرو له الشكر الجزيل والشيخ أبو هادي يوسف كسراوي له الشكر الجزيل اللي وقفوا معي سنة كاملة، والأخت نور كسراوي والأخت سارة للاوي اللي طبعا مش موجودين معنا هون. لا أستطيع أن أجد الكلمات في أن أشكر ضيفنا العزيز الأخ مفيد عامر اللي إحنا وياه مدرسة عزفة ألف نتشارك ونتعامل مع بعضنا البعض، وهي السنة الثالثة يعني الرابعة يمكن على التوالي اللي طلاب مدرسة عزفة ألف بقدموا في يوم الجندي وفي فعاليات جمعية صالح فلاح المرحوم صالح فلاح. ومن جهة الأخ مفيد بيدعم المدرسة وبيدعم حفلة التخريج، فالأخ مفيد عامر واللجنة الجمعية جمعية صالح فلاح قدموا هاي السنة 12,000 شيكل لقسم كبير منها لهي الحفلة. شكرا كثير كثير أخي مفيد، إن شاء الله ربنا بيعطيك إنك تعطي المجتمع أنت والإخوان الأخ سلمان طبعا وعلاء وجميع الإخوان. عدا عن ذلك الجمعية أحضرت هدية لكل خريج عبارة عن طبعا رايحين احنا نفرقها، أما أعطيني واحدة بس. أحضرت حقيبة لكل طالب بتكلفة 150 شيكل كل حقيبة، فهي تبرع من الجمعية طبعا مشكورين جدا. ولابد من نقدم لك اشي اخي مفيد ولو انه ربتي، فتفضل لعندي لو سمحت. ابو عميد لو سمحت تشرف نعطي الاخ مفيد هيك شغلة رمزية. الاخ رائد ابو تميمي لو سمحت. بدي أقرأ هون لمار مفيد عامر ريكار تدافي وكرا هييتا بنشأرتا نخس لمدينة نخس لعيدا ولحفرة بخلال كان يربو كمخ. شكراً للأخ مفيد. هاي السنة كان عندنا مجلس طلاب فعال بهمة أعضاء مجلس الطلاب ورئيسة مجلس الطلاب، فأنا بدي أقدم لها شهادة تقدير لرئيسة مجلس الطلاب. قاموا في فعاليات محترمة. أسيل وهب تفضلي. وين أسيل؟ وانت جاي تقدميني؟
طيب انت بتعرفي عن اي شيء؟ وانا بعرف شغله. طيب وحدي بس بدي اقرا دقيقه شو كتبت انا لاسيل. لا هي رئيسة لجنة الطلاب في المدرسة، نتقدم إليك بأسمى آيات الشكر وببركات الود والمحبة على كل ما قدمتيه لطلاب المدرسة من فعاليات تربوية وترفيهية خلال السنة الحالية. تستحقين التقدير على هذا العطاء. عندما يكون الأمل موجودا في قلبك فإنك تملكين كل شيء. لقد وهبتينا الأصالة يا أسيل وهب. مش هطول بس دقيقتين بقى دقيقة حتى. بدي أذكر على السريع شغلتين اللي قامت فيهن المدرسة ولابد من ذكرهن حسب رأيي. مشروع واحد هو الدوار الشرقي في الحارة الشرقية، بما أن المدرسة الخضراء فقد تبنينا هذا الدوار وإن شاء الله يكون عجبكم وإحنا عم نعتني فيه، ونطلب من الجميع انه نحافظ عليه حتى تصير عسفيا اجمل واجمل واجمل. الشغله الثانيه، هاي السنه كان في عندنا فعاليات مميزه في موضوع اللغه العربيه، فاقمنا يوم القمه في اللغه العربيه، حضروا رئيس المجلس والاخوان وكان كثير محترم، الاستاذ كمال كان فيه وابدوا اعجابهم بالموضوع هذا، فتحياتي لمعلمات اللغة العربية. وهي بيجيبني لشكر خاص لشركائي في المدرسة، معلمات المدرسة، تحية كبيرة وبطلب زقف كبير. بنتأمل السنة القادمة تكون سنة ناجحة. راح يكون ترتيب ان شاء الله، طبعا بنسمع من رئيس المجلس ل1/9/2011، وان شاء الله انه بهمه رئيس المجلس وبدعمه واحنا كلنا معه في انه تقام البنايه الجديده في الحاره الشرقيه، وان شاء الله اولادكم بتعوضوا كل الامور اللي لسه عم تمرق وبيدخلوا على بنايه جديده. اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا في الجميع. والى الطلاب اقول سيروا. سامعي رغد؟ 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 عم بحكي معي. سيروا اجتهدوا وانطلقوا، فكما قال مسعود السماء هي الحدود. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير. طيب شكرا لمدير المدرسة، الله يطول عمرك ويضلك حامل شعلة النور في هاي البلد. نسمات الحنين يا طير ودي، وأحلى كلام بهاللقى اهدي، لرفاقك والأهل يلا استعدي، فضلي مرام للمرام جدي. ليتني أقدر أن أصف مدى إحساسي وتقديري لمدرسة الابتدائية عسفيا ألف. الكلمات عجزت، العبارات حسرت، تزاحمت وثارت، فتراجع القلم وضاق القرطاس، فلا يتسع ذلك صدر تسعى قلبا تدفقت منه ينابيع المحبة والتسابق. لذا جعلت الجمل قصيرة لكنها معبرة عن بحار من المحبة والتقدير
لمدرستي بكل التعابير. نودع اليوم 6 سنين في مدرسة صغيرة قائمة عاملة بكادرها التعليمي والإدارة المهني الراقي البديع الذي من خلاله تقدمنا تثقفنا وتعلمنا الكثير من تربية وإنارة وبحور من مياه المعرفة والنجاح بعزم وجدارة. وفتح أمامنا الدرب إلى إتمام التقدم في المراحل الآتية من تعليم وتحصيل لكي نرقى إلى ما لا نهاية في مصير الحياة بإذنه تعالى. الوداع صعب لكن العاقل بمعونة خالقه يعرف أن سنة الحياة تقتضي الاستمرارية نحو المعرفة والتقدم. لا يبقى لي إلا القول بكل أحاسيسي: الوداع يا مدرسة الأجيال، الوداع يا معلمي الأطلال، الوداع يا أصدقائي وإخوتي التي تضرب بكم الأمثال. عفواً اسمحوا لي أن أحذف كلمة الوداع وأقول لكم جميعاً إلى اللقاء. وباسم طلاب السوادس الشكر الجزيل للمعلمين والمعلمات فرداً فرداً، للطاقم الإداري التدريسي والعاملين في المدرسة، لمدير المدرسة ونائبه مربي صف المحترمين، لجميع إخوة الطلاب الأعزاء للحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رائعة يا مرام، دمت ذخرا وفخرا لذويك. قطر يا ندى على الورود المخملي، وعطر يا فكر أصحاب العبقري. معانا اليوم موهبة شفع عمري، الفنان سعيد سلامي بفقرة كوميدية. طيب مساء الخير، أول شيء للطالبات والطلاب، كل عام وأنتم بألف خير قدما وإلى الأمام، بتمنى لكم النجاح من أعماق قلبي. أنتم على فكرة على أعتاب مرحلة جديدة، يعني دخول الحمام مش مثل خروجه، ديروا بالكم، علقتوا الله علقكم، إسا جاي مرحلة صعبة، عن جد مرحلة صعبة، واللي بيشتغل أصعب وأصعب هن الأهل. الأهل ليل نهار همهن الوحيد كيف ابنهن ينجح، لكن الطالب هذا اللي أبوه أمه مش سهرانين، لكن الطالب لما بروح على المدرسة الصبحية بيكون حيله مهدود، كيف يبقى شكله؟ ليه؟ كل الليل على تشات والماسنجر، قال ايش واحد يسمي حاله؟ نغنوش من عسفيا. بحكي مع مين؟ مع دلوعة مش معمر. أنا إيش ابني كان كاتب هناك؟ كيف بده يروح مصحصح على المدرسة؟ بقول له يا مش عم تدرس، لسه كان في عندي امتحان بدرود. بقول له شو عم تدرس؟ قال لي عم بدرس حال وتمييز، يعني قواعد عربي على الكمبيوتر. فأنا ماشي وراه شوي 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 شوي، ولا شو كاتب هناك على الشاشة؟ ها 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 ها. عارفين إيش؟ أنتوا الكبار تعرفوهاش، هن بيعرفوها. ضحك. فكيش كان يسمي حاله هناك؟ لو كان الحب إدمان لكنت أول نركمان. شو رأيكم؟ إيش بترد له صديقته؟ نفسي أسكنك الجزيرة ما يشوفك حد، تجوع أطعميك، تعطش أسقيك، تبرد أدفيك، تتدلع
ارجوك كفي عليك. منين بتيجي الخير؟ زمان بالزمانات كنت تلاقي بالبيت مكتبة كبيرة، الواحد يعتز انه في عنده كتاب طه حسين لتوفيق الحكيم لكل الكتباء والكتاب والادباء. اليوم الواحد يعتز انه عنده بالتلفزيون 1822 محطة، كل الوقت على المسلسلات التركية، الحب الضائع، كيف بدي اجي صحصح على المدرسة؟ أو أحلام بريئة؟ لا؟ أو نور مهند؟ أنا بروح على البيت أقسم بالله مرتي دموعها على عرض وجهها، بقول لها مالك؟ بتقول لي مهند. صارت تحب مهند. شو رأيكم؟ أنا ولا مرة كنت أقلب شعراتي لورا، من تحت راس مهند صرت أقلب شعراتي لورا. ابني بيلعب بالليجو، بتقول له خلص ورا اسكت بدي اركز البرنامج، قال ولا بدي العب بالليجو، قالت له لسه ماشي برفش الفطر، قال شو فكرت أبوي؟ الآمن مستسلم الحمد لله يعني عندي في البيت. فمنين بديش الخير؟ منين بديش الخير حتى لما ابني بنتي صغيرة عمرها 6 سنوات بتقول لي قبل يومين يابا اشتري لي تليفون تحسمس. عارفين شو هذا طتش؟ قال تليفون تحسمس. قلت له يابا من لسه بلشنا عيب عليك، بعد عمر 6 سنين ولا واحد جسمه مظبوط. يعني بتتمنى اليوم تسمع اغنيه عربيه جميله كلاسيكيه، ايش من هشك بشك. يعني الواحد اشتاق لاسمهان، فريد الاطرش، عبد الوهاب، ليلى مراد. وين اليوم تيجي مين؟ هيفا. انا بس تيجي هيفا بقول لاولادي فوتوا ناموا، او ابونا انا بنام تحت التلفزيون. يعني احنا اهليين، اهليين، ماشي شيخ؟ بتتمنى تشوف وجهها لهيفا وهبي، شو دائما بتشوف؟ مش يعني مش معقول؟ ايش هذا؟ انا ببرم من الناحيه الثانيه للتلفزيون عشان اشوف وجهها، ولا بشيلك هذا واحد مايع اسمه جواد ال ايوه جواد العلي، كيف هذا بيغني؟ يشيلك يا ولا شد حنكك شوي، هذا اذا مسكوا فهد بالله طولت العمر منكم ليطبوا قتل نص موت. او بشيلك هذا عبد الله بالخير، هذا كله اسنان. مش معقول؟ عبد الله بالخير بتتمنى تفهم، يعني انك تفهم عليه كلمة واحدة، ايش بغني؟ حاولت استوعب ايش بغني، ايش بغني؟ طشة بقلبي طشة، يعني طلع رحلة، طلع رحلة جولة. ولا واحد جسمه مظبوط، ولا واحد جسمه مظبوط. كيف نروح على المدرسة صحيح؟ بتأمل إنه غالبية الوقت إحنا نقضيها إقبال الكتاب أفضل من الكمبيوتر، أحياناً الكمبيوتر مش غلط. على قضية التلفونات يعني اليوم ولا واحد جسمه مظبوط، يعني بتشوف الواحد حدا معه تليفون هون؟ مين معوش تليفون؟ بحييكم. فبشوف الواحد بدل ما يمشي مظبوط بتلاقيه ماشي شاك الطش هون وماشي من هون هيك. شو كيف حالك؟ شايف؟ او واحد خاطب جديد بيجي في السياره فان تحضر عمه فان بيفتح الباب عمي معلوم جاي براس كليب. زمان اذا واحد كان بيحكي بالتلفون مثلا مع خطيبته كان في هيك يعني يعمل جو حلو وجميل. اليوم بتشوف الواحد بنص البلد ماسك التلفون كيف بحكي؟ الو شو؟ عن جد؟ ياي؟ وانا كمان بنص البلد يعني في ناس راعي شعورهم، في رجل كبير مسن مسنه متدين غير متدين. زمان كان الواحد مثلا كيف يحكي؟ كان يدوي الشمعة يستنى كل اهل البيت يطلعوا برا ويجيب سلك تلفون 25 متر يمده من الصالون، هاي الكبار بيعرفوها، ويغطي الواحد حاله بالحاف وينزل سلك التلفون من تحت الحاف زي الانفوزيا في المستشفى. وكيف يحكي؟ الو
بابا شابوي شابوي شابوي. ما نمشيش الامراض، احنا دماغنا ما بتصدقش الاوامر دماغنا. لما الواحد بيشوع بكل شيء، بيعطش بيشربش، فتخيل لو واحد بيشتغل كل النهار بيروح على البيت، اول ما يفتح الباب لو بيركض على الحمام. تخيل واحد على اخر نفس بيروح كل النهار بس بيحكي بالتليفون. بيفتح الباب وبيشتغل طبعا، عمل شاق، بيفتح الباب برن التليفون، قبل ما يركض على الحمام برن التليفون، الو؟ ايوه مش سامع ايوه شو سيرين من تحت راس التلفون. واحنا انا يعني بطلب من الشباب والصبايا، انتم يمكن بعد بكير عليكم، احنا شوي مجتمعنا متهور بعض الشيء. تعالوا نضرب بريكات، نضرب بريكات. الواحد اليوم بيصير عمره 17 سنه بيروح بيعمل تيوريا، يعني درس نظري، 17 ونص باخذ رخصه، وكيف بسوق وابوه بيشتري له سياره، وعندي في البيت سياره قاعد مفتاح، كيف بسوق؟ بتفرشش من القزاز، بدعس على البنزين وبطلع راسه من الفتحه. كيف ما تصيرش حوادث؟ فواحد بيطلع 17 شيكل، كل طبقه 17 شيكل. فبتقول له على مهلك يا ستي قلبتيها من المرسيدس؟ ستي قلبت له لا، نطت كم؟ قال له ولد عمل يا سيدي على مهلك. قال له سيدي بتفهم بالمرسيدس؟ قال له لا، نطت الصبيه. قال له وحياه ابوك بعد اسبوع عرسي. قال له خيطه بتفهم بالمرسيدس؟ قالت له لا، نط الشب قاعد حده. قال انا بفهم بالمرسيدس. قال له ان شاء الله ان شاء الله. قول لي وين البريك؟ واحنا البريكات شوي فلتاني. انا قديش معي؟ دقيقه؟ اه خلصت بس دقيقتين على السريع. لا الحضور اسرع ما يكون. الواحد حتى يكون طالب 12 سنه 13 سنه عشان ياخذ بكالوريوس، الواحد عشان يكون معلم بيكون بيعمل مجهود كبير. لكن بالعالم العربي حتى تكون رئيس انقلاب كبير وبتكون رئيس. يعني مش اهون منها، وانا الحمد لله راح اكون رئيس. شوف صالون زين العابدين من علي للحلاقة، فول وفلافل وطعمية حسن مبارك، محلات العقيد معمر القذافي للخيمي. على فكرة أزياء القذافي من ستائر سيدار واشتحي كرميل، محلات علي عبد الله صالح للبناشر، مطعم بشار الأسد للمشاوي، كوفي شوب الحريري، كراش عمر البشير لتصليح السيارات، وان شاء الله كلهم راح يطلعوا واحد ورا الثاني. انا بحييكم الف تحيه الف تحيه الف تحيه الف تحيه. شكرا يعطيكم العافيه. مره اخرى حبايبي الطالبات والطلاب بالنجاح شدوا حالكم، لانه الاهل دائما ينتظرون موسم الحصاد، وانتم اجمل شيء تعطوه للأهل نجاحهم قدما وغيره.
شكرا للفنان سعيد. يقال من كان يملك موهبة لإسعاد الآخرين فليكن بها سخيا، فأنت يا أخ سعيد أسعدنا، شكرا لك. نتمايل مع النسمات من ضبطي لضبطي، عبيد المجد والميل بخفي، حكايتنا نقول والبسمة عشفي، ننشد سوا انشودة أبناء صفي. الكل قلب العطوف بعد ما زرع الكلمة والحروف، يهني الصرع مع شمل الضيوف، حضرة رئيس المجلس وجيه كيوف. أولاً وقبل أن دعوني أن أتوجه للخريجات والخريجين لأقول لهم كم نحن بحاجة لكم، كم هذا المجتمع بحاجة لكم
ولا كنا، فأنتم أنتن عماد المستقبل، وأنتم الفكر المستقبلي لهذه القرية والقيادة لهذا البلد. فأشكر أهلكم وذويكم، ولكن كم أن تعرفوا أن هذه هي المحطة الأولى لكم في حياتكم، وهذه هي محطة مهمة. فبانتظاركم ثلاث محطات، إنهاء أمامكم بعد ثلاث محطات: المدرسة الإعدادية، المدرسة الثانوية، والجامعة. فنحن ننتظركم في محطة الجامعة. ليتنا نلتقي مع الكل في هذه المحطة، لأن هذا المجتمع بحاجة لكم ولبراءتكم ولتعليمكم ولشهاداتكم. فنتمنى لكم السعادة والصحة والعافية، ونحن معكم ونحن لكم ونحن بانتظاركم. حضرات رجال الدين، جابي سالم الفكاه، أعضاء المجلس المحلي، الأخ مفيد عامر سلمان أبو روكين، لجان الأهالي، الأستاذ خليل، الأخت شكوي، الأستاذ نايف منصور مدير المدرسة، المربيات الفاضلات، الأهل، الحضور الكريم، مساء الخير. لابد أن معطيات الزمان ما هي إلا أسطورة تؤخذ من هذه الأسطورة. ونحن اليوم نقف كي نخرج هؤلاء أولاد عسفيا من مرحلة إلى أخرى. أولا أن أشكر الهيئة التدريسية، وأنا أعرف ما هو عمل المعلم وكم من الصعوبات فيه. لأقول للمربيات والهيئة التدريسية والمدير شكرا لكم على سنة قاسية وصعبة لم نتوخى بها أن ننقل مدرسة كاملة بجميع هيئتها، وهذه مؤسسة بالطاولات والكراسي وجميع ما كان داخل المدرسة، كي لا نؤذي ولدا واحد. إنما ما وراء القرار هو كي لا نؤذي طفلا واحدا في عزته. تحملنا المشاق والمسؤولية في المجلس من أعضاء وإخوان، ولا بد لي إلا أن أشكر الصديق كيران كيوف الذي وقف كقائدا لهذه المعركة التي كانت وسميها معركة لا يمكن نقل المدرسة إلى الثلاثة. واليوم أود أن أزف بشرى لأهالي عسفيا. بالأمس أنهينا جميع ما يتطلب من بناية المدرسة في الحارة الشرقية، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في هذه المدرسة التي طالما تحدثوا عنها وأقاموا احتفالات. فنحن نتكلم عن الحقائق فقط في هذه الأمور. في هذه المناسبة لابد من أشكر الجمعية التي أعطت. نحن بحاجة لثقافة العطاء، وكم نحن بحاجة لهذه الثقافة، وكم نحن بحاجة لهذه النوعية من الرجال
والمجتمع التي طاب. فنحن نريد أن نعطي، نريد أن نعطي الثقافة والعلم والتعليم، نريد أن نبني هذا المجتمع بالشكل الصحيح، نريد أن نضع هؤلاء الطلاب في مركز الدائرة، وإذا وضعناهم في مركز الدائرة تمكننا من بناء هذا المجتمع، وإن لم نضع هؤلاء في مركز الدائرة فسنبقى في سيرورة فقط نتحدث عنها. فالأفضل من أن نضيء شمعة في الظلام من أن نلعن الظلام ألف مرة. أخواتي وإخواني، إن العملية التربوية التعليمية في عزتها تسير في مسار الكينونة من أجل العمل لبناء مجتمع يفكر. فبالأمس تمكنا من أن ندعي 5 من شباب هذا البلد لنحتفل كل واحد بشهادة الدكتوراه منه، فنكون سعداء حينما ندعو هؤلاء الخريجين أيضا لاستلام هذه الشهادة، لأننا بحاجة ليس للشهادة إنما بحاجة لهذه الحضارة، لهذا التفكير، لهذه النوعية من الشخصيات لكي تأخذ هذا المجتمع إلى المسار. فباسمي وباسم عتكة أتقدم إليكم متمنيا لكنا ولكم أن تسيروا في هذا المسار وأن تقطفوا أزهار التعليم والرقي والثقافة. أشكر مدير المدرسة والهيئة التدريسية والمربيات الفاضيات والأخ فريد على ما تقدموا به هذه السنة من عناية ومن عمل شاق للأزمة التي كانت. قبل أن يداشى تبدا عربي قال أن يوصل لك يش إمرأة شو أمري يش أنشين قدولين شيش لهم أنش يش لهم رجعين كتنين بخيجنا ويش أنشين كتنين شيش لهم رجعين قدولين بخيجنا أتا يش لها يمين بخدشين قدولين بكفار زي ودربك. شكرا ابو العميد على هذه الكلمات الرقيقه الصادره من القلب، وان شاء الله يا ابو العميد تخطو بمسيره العطاء من انجاز الى اخر. شكرا لك. اديني خلق والمنطق سعادي، حنان وعطف ما قبل الولاده، تامن لك رفاهي وارادي، تحمل للزمن افضل شهادي. بيدر العطا غلت بذاره، وملت حبوبه داير مداره، رح نسلم الطالب شهادي ثمرة سنينه جهده وافتخاره. حبايبي اللي بسمع اسمه شوي شوي، اخ وجيه تفضل، اخ مفيد تفضل، اخ سلمان. Thank you.
هديل ماسن
لا روح حط شوي ياسمين أبو كان لؤي منصور نسرين سعيد ياسمين كريم مي روحانا رغد أبو رغد مران راب ريما نشار صبرين مجيد منصور يزن عنوت مناوي الحبيب آية روحانة كريستيان روحانة Thank you.